في ماده بتقول ان اللي هي ماده 133 يا فندم. ايوه حضر ما اتفضل. الماده 133 بتدي الحق لصاحب العمل، كلام سليم، ان هو يقول للعامل قبل 3 اشهر يقول له انا بعد 3 شهور مش عايزك. بس ده ما هو الموضوع. وبعدين بيقول ايه ده اللي موجود في القانون الحالي؟ لا لا دي الماده مستحدثه بس موجود في القانون الحالي. خلال اول 3 شهور من حق صاحب العمل انه هو يقول له لا. ده مش اول 3 شهور، ده اول 3 شهور دي اختبار. ماشي. ده بيقول لو هو عقده غير محدد المده انا في اي وقت، يعني بعد سنه بعد 2 بعد 10 يقول له انا كمان 3 شهور مش عايزك. ويقول يعني هو من حقه ان هو يجي في اي وقت ويقول له انا بعد 3 شهور مش عايزك. تمام. فكده بنبقى رجعنا تاني للفصل التعسفي. للفصل التعسفي لوجه الفصل التعسفي. احنا قلنا الفصل التعسفي يتم عن طريق الفصل يتم عن طريق المحكمه، وبالتالي كده ما بقاش فيه. طب اذا كان يا باشمهندس اذا كانت المحكمه بقى في نص في القانون بيقول انها تفصل خلال 60 يوم، ليه بنحتاج ان احنا نحط ماده زي دي تقول ان صاحب العمل من حقه نقول للعامل بعد 3 شهور مش انا مش عايزه؟ ودي ماده مستحدثه. يعني كده حضرتك تسمح لي. تسمح لي اتفضل. اولا برضو عشان ناخد كل حاجه نربطها ببعضها يعني ماشي. اولا حكايه العقد المحدد المده وغير محدد المده وكل ده احنا اتناقشنا فيها تمام، والقانون طلع خلاص، ودي من المواد اللي احنا المجلس ناقشها في الجلسه المعامه. كان فيها مناقشات مستفيضه. لحقتوا الماده دي ولا لسه؟ طبعا لحقناها لا في الجلسه العامه. في الجلسه العامه لسه نعم ما خلصناش. نعم نعم اللي هو العقد ممتد المده وعقد. لا انا بتكلم على الماده 133. لا لا انا بتكلم من الاول برجع انت قلت ايه؟ في العقد اللي هو محدد المده غير محدد المده. نعم. في مده العقد الماده ناقشناها عن مده العقد، ما فيش حاجة اسمها غير محدد المدة ومحدد المدة، كل دي تسميات حضرتك. قانون اللي صدر ده بيقول ايه؟ العقد بطبيعته غير محدد المدة. وحضرتك لما حتى العقد اللي مش مكتوب. ايوه حتى العقد اللي مش مكتوب كان في نقاش طويل على العقد اللي مش مكتوب. بالظبط كده. حضرتك كل ما يلزمك رئيس المجلس الحقيقة قال فيها مرافعة دستورية. مش كده؟ لا صحيح. لو حضرتك اختلفت معايا انا صاحب العمل النكد ده، حضرتك كل اللي تعمله تاخد البيرول او تاخد ما يثبت انك تقضيت مني اجر، تروح المحكمه يبقى معاك عقد غير محدد المده. صح. ودي على فكره ودي نقطه ايجابيه. طب ما طبعا هو انا بقول لك احنا ما بنعملش اي نقطه. المهم ان احنا كده ما رجعناش الفصل التعسفي بشكل خالص جميل. خالص. لا انا بتكلم على الماده 133. شوف حضرتك انسى 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 ان في القانون ده في وسيله لصاحب عمل انه يفصل عامل من غير قاضي. خلاص احنا هناخد الماده 133 لو ولا فيها قاضي يجوز. هنقول لكم تعظيم سلام ولا يجوز. انا هكتب اهو الماده 133. خلاص الملاحظه دي الراجل ده شاهد. الملاحظه دي انا شاهد. الماده كام؟ 133 يا فندم. وانا شاهد. انا هكتبها في الاخر اهو. ماده 133 133 وهو في الجلسه العامه هيبص عليها تاني. ومش هيبقى فيه فصل الا عن طريق المحكمه. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني. بس ماشي.